طبعا مشوار مهم ومحطات عديده للمبدع جمال غيطاني هتعرف عليها دلوقتي من الكاتب الاستاذ طارق الطاهر رئيس تحرير مجله الثقافه الجديده. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور. يا اهلا بيك. في البدايه لو نتعرف من حضرتك على ابرز واهم المواقف اللي دايما كده بتفتكرها للاستاذ الراحل جمال غيطاني. الحقيقه انا شخصيا على المستوى الشخصي مدين للاستاذ جمال غيطاني بالكثير، وهو تقريبا يعني اللي تنبأ برحلتي الصحفيه، لان انا كان ليا شرف الانضمام لمؤسسه اخبار اليوم، وكان لسه جريده اخبار الادب مجرد فكره في ذهن الاستاذ الكبير الراحل بهيم سعده. فاختارني استاذ جمال الغطاني ضمن الفريق الاول اللي اسهم معاه في اصدار الجريده. احنا قعدنا سنه كامله بنعمل العدد التجريبي وانتهينا منه سنه 92 وصدر العدد الاول سنه 93. الحقيقه انا شفت في الاستاذ جمال الغيطاني قدره كبيره على فكره التاسيس، يعني وده كلام مهم، خصوصا احنا في مرحله مهمه من تاريخ الوطن، فكره الجمهوريه الجديده التي تعتمد على فكره التاسيس في المجالات المختلفه. الحقيقه الاستاذ جمال الغيطاني كان احد المؤسسين العظام في تاريخ هذا الوطن، انه عندما اسس جريده اخبار الادب اسسها على قواعد مهنيه وصحفيه راسخه. لذا انا حتى عندما توليت رئاسه تحريرها من 2014 ل 2020 كان من الصعب انك تتجاوز استاذ جمال الغيطاني، ممكن ان تضيف بعض اللمسات، لكن البناء اللي عمله كان بناء شاهقا. فانا شفت بعيني ازاي هذا الجيل يقدر انه يحقق احلامه على الورق ويبقى في نتيجه فاعله، ان اخبار الادب يعني الحقيقه في عهده وبعد كده بفضله اصبحت احد العلامات الراسخه في تاريخ الثقافه المصريه. واذا اتكلمنا كمان على الاستاذ جمال الغيطاني الشخص اللي استطاع من أسرة متوسطة أنه يصبح أحد النجوم في الصحافة والثقافة، وإزاي قدر أنه يبني نفسه بنفسه. وهنا يعني أفتكر هو التحق بأخبار اليوم عندما قرأ له الأستاذ محمود أمين العالم، وكان ساعتها رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، قرأ له كتابه كتاب مهم لجمال الغيطاني، يوميات شاب عاش منذ 1000 عام، فدور عليه لغايه ما لقاه. وكان ساعتها بيشتغل في احد كان ساعتها بيشتغل مش الصحافه، وجابوا اخبار اليوم لانه لاحظ انه موهبه كبيره. وفعلا صدق حس الاستاذ محمود امين العالم. جمال الغيطاني الحقيقه عنده محطات مهمه في المجال الصحافة، منها كونه عمل مراسل حربي لمؤسسة أخبار اليوم في فترة من 67-73، واستطاع أن ينقل الحقيقة بحسه الأدبي الراقي الكثير من على الجبهة، وده كان ليه تأثير كمان على سرده للوقائع بشكل عام. طبعا على سرده للوقائع وعلى مجمل حياته. يعني انا لازم احكي حكايه يعني حدثت لو انه هو كان في جندي استطاع ان يقتنص مجموعه من الاسرائيليين. ساعتها كان اسمه احمد نوار، الدكتور احمد نوار، ده فنان تشكيلي طبعا وحد مهم جدا بعد كده، لكن استطاع ان في فتره تجنيده انه يستغل موهبته في الرسم، انه يشوف الظل، يحسب حساب الظل. فاستطاع ان يقتنص مجموعه من الاسرائيليين وكتب كتاب مهم عن هذه التجربه. لكن في الفتره ديت في 67-68 فالاستاذ جمال حب يعمل معاه حوار صحفي، فهو ورايح على الجبهه يقابله، كان هيتعرض ل حادثة تؤدي بحياته من جانب العدو، لكن ربنا نقذه. فمن ساعتها يقول لك هو عايش بالصدفة، يعني عايش بعد هذه الواقعة، وده خلاه دايما يعني يكون عنده ضمير حي سواء في كتاباته وفي علاقاته الإنسانية. الحقيقة هو حد
من المبدعين المهمين في تاريخ حتى الثقافة العربية. يعني في التقرير اللي فات هو فاز بجائزة الشيخ زايد، ودي جائزة مهمة جدا. هو كمان فاز بجوائز كمان مصرية أخرى زي جائزة الدولة التقديرية، وآخر جائزة خدها كمان جائزة النيل. هو من الأدباء الذين تم ترجمة أعمالهم مبكرا خاصة للغة الفرنسية. الحقيقة احنا قصاد نموذج حي للشباب يقدروا ياخدوه قدوة. صحيح. سواء في ازاي قدوة حتى في فكرة تنمية الموهبة، لأن الموهبة إذا الإنسان ما اشتغلش عليها فترة من الفترات تفطر، لكن لازم الموهبة كمان إن الناس تشتغل عليها وتكون معارفها. زائد إن الأستاذ جمال الغيطاني الحقيقة يعني كان من المخلصين لهذا الوطن. صحيح. له كتابات مهمة جدا كمان في فترات حرجة في التاريخ الوطني. لا يمكن ننسى كتاباته في فترة تولي الإخوان المسلمين الحكم، وإزاي هو كان أحد الذين أناروا الطريق وبينوا مساوئهم منذ اللحظة الأولى على فكرة. صحيح طبعا، بكل تأكيد أستاذ طارق، وما فيش شك أنه صاحب مدرسة جديدة في السرد، التجمع ما بين السرد التاريخي والسرد الواقعي. شكرا جزيلا أستاذ الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة.